السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة أقدمها لحضراتكم من قناتي، قناة أحمد أرس. اليوم سوف نتعلم طريقة جديدة، وهي إدخال الصورة في برنامج سكتش بوك أب أو سكتش بوك برو أو أي برنامج سكتش بوك. كما تشاهدون الآن على الشاشة، اللي هو برنامج سكتش بوك مفتوح في واسطة جهاز نوت 8. وطريقة إدخال الصورة هي بسيطة جدا، وسوف أعلمكم الطريقة، وأيضا راح أعلمكم كيفية الرسم على صفحة ثانية حتى يكون الصورة موجودة في كل الأوقات. فأول ما نبتدئ نفتح البرنامج كما تشاهدون على الشاشة، ونذهب إلى هذا الاختيار اللي هو عبارة عن مسطرة، ثم بعد ذلك نذهب إلى Import Image. فهذا الاختيار اللي هو راح نختاره. بعد ذلك سوف تذهب إلى نافذة أخرى، وراح نختار الصورة اللي راح نشاهدها مثل ما تشاهدون. فنذهب إلى الجاليري أو أي مكان توجد فيه الصورة تكون في الجهاز. على سبيل المثال أنا راح أختار هذا الممثل اللي هو جورج كلوني. فأصبح لدينا الآن التحكم في الصورة، أما يعني من خلال تصغير الصورة أو تكبيرها، وأقدر أوسطها أو أخليها بأي مكان أريد، أو أقدر أحفرها بالاتجاه هذا. طبعاً جاي أستعمل أصابعي لتكبير الصورة أو تصغيرها. فإذا حبينا نخلينا في المكان معين، مثلاً خلينا بصفحة مو بهذا الاتجاه أو بهذا المكان، نضغط على أو ننقر على علامة الصح الخضراء، فأصبح الآن يعني هي موجودة على الورقة. لكن بعد ما نقدر نستعمل، ما نقدر نحركها بأي مكان آخر إلا إذا ذهبنا إلى هذا الاختيار الثاني، وبعد ذلك نذهب إلى Transform. هذا هو راح يتحكم بالصورة أيضا، راح ترجع تتحكم فيها مرة ثانية، لكن الأفضل أن تخلونها في مكان محدد، وثم يعني تختاروا العلامة الصح. نذهب إلى هذه الأوراق الثلاثة الموجودة في الأعلى. هذا الاختيار راح يخلينا نختار صفحة ثانية جديدة حتى تبقى الصورة بالخلفية، ونختار هذه العلامة، العلامة الصح، عفوا علامة الزائد. هذا راح يخلينا يعني صفحة جديدة نرسم عليها فوق هذه الصورة اللي هي موجودة بالأسفل. بعد ذلك إذا رسمنا مثلا أي شيء، مثلا إذا حبينا نرسم مثلا، أنا راح أختار مثلا 3B، قلم رصاص 3B، وإذا نختار اللون مثلا الأبيض شوي حتى تبين الصورة. إذا رسمت كما تشاهدون جات تطلع الخطوط، وكل ما أحاول أنه أرسم راح تكون فوق الصورة، لكن بالحقيقة هذه الخطوط وهذا الرسم هي ليست على الصورة مباشرة، لكن على اللاير الفوق. هذا هو اللاير اللي أنا جاي أرسم عليه، اللي هي الصفحة الثانية شفافة. إذا ضغطنا على العين راح نخفيها، وإذا اختفت مثل ما تشاهدون اختفت الخطوط، تبقى الصورة مثل ما هي موجودة، ما يقدر ما حد يعني ما يقدر نسوي لها أي شيء، تبقى موجودة حتى نحافظ عليها. أما إذا ردنا مثلا نعدل عليها، نقدر نروح نختارها هي بنفسها، ونستعمل مثلا المساحة ونمسح بعض الأشياء من عندها، نكبرها شوية، نقدر نمسح الخلفية أو شيء، نقدر نعدل على الصورة مثل ما هي موجودة. لكن الأفضل تخلونها مثل ما هي حسب طريقتكم بالرسم. أكو بعض الأماكن تحبون تمسحونها حتى تغيروا مثلا الخلفية أو شيء، مثل طريقة الفوتوشوب بالضبط. أنا راح أرجعها مثل ما كانت، هذا العلامة الأحمر، السهم الأحمر اللي هو يرجع مثل ما كان. فمثلا على سبيل المثال ردنا نرسم مثلا، راح نمسح هاي، طبعا راح نمسح هاي اللي سويناها فوق، راح امسحها نهائيا، راح الغيها اللي هي ديليت، وانقر الزائد مره ثانيه حتى يعني يختار صفحه جديده. هذه الورقه انا راح اسميها ورقه شفافه، راح ارسم عليها الان، راح ارسم الممثل لكن بشكل سريع، ليس يعني شخص بالنسبة للوقت، لا حتى ما يكون الوقت طويل. راح اختار قلم الرصاص،
5B. الرسم طبعا راح يكون كما تشاهدون تخطيط بدائي، وسأترككم مع هذا المقطع السريع للرسمة. ها، وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أحبتي المشاهدين الكرام. أتمنى أن كانت الحلقة مفيدة جدا. أتمنى منكم الاشتراك في القناة، وإن شاء الله سأرفع لكم دروس وفيديوهات أخرى قريبا جدا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.